الأفيال تعود من الموت. كوتيفوار أبطال أفريقيا للمرة الثالثة. رحلة مجنونة وقصة ملهمة. لنستعيد الأحداث، هذا المنتخب خسر مباراتين في دور المجموعات على أرضه ووسط جمهوره، المباراة الافتتاحية أمام نيجيريا وخسارة مذلة أخرى بالأربعة أمام منتخب غينيا الاستوائية، هي أثقل هزيمة تتعرض لها دولة مضيفة على الإطلاق. الجمهور الغاضب رشق حافلة اللاعبين بالحجارة. الاتحاد الإيفواري يعلن إقالة المدرب. الأمور محسومة، الأفيال سيودعون البطولة بنسبة 99% من الدور الأول وينتظرون هدايا المنافسين. وبعد أقل من شهر كوتيفوار في النهائي تقابل نسور نيجيريا مجدداً وتنتقم بسيناريو كروي جميل. هدف الفوز سجله المهاجم سيبستيان هالر الذي هزم السرطان في معركة بدأت خلال 2022 وقلبت حياته رأساً على عقب. ومن المشاهد الملفتة أيضاً علم المغرب الحاضر في مراسم التتويج بالكأس في شاشة الملعب، حمله أيضاً ماكس غراديل قائد كوتيفوار وأطاف به أرجاء الملعب رداً لجميل أسود الأطلس التي فازت على زامبيا وساعدت منتخب بلاده على التأهل بمعجزة بعد تذيلها قائمة أفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثالث.